الأشهر الحرم ورد فيها حديث أو أحاديث لكنها ضعيفة من حيث الصيام، وقصدي جميع الأشهر الحرم ليس خاصاً برجب. منها عند أبي داود قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صم الأشهر الحرم ودع البعض، هذا حديث ضعيف. كذلك ما جاء عند ابن ماجه: صم الأشهر الحرم، فحديث ضعيف. كذلك ما ورد عند ابن ماجه أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان يصوم الأشهر الحرم، فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يصوم شوال فما تركه حتى مات، هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح منقطع، كما قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف.